قل لي الأخت، قول أنا حالتي تدهور، حتى الصلاة ما عدت قادرة نصلي. المشاعر ماتت تماما، حتى اتجاه الخالق، حتى القرآن من متحمل اسمه. أختي أم البنات، شنقول لك؟ التفسير ديال هادشي راه واضح فعلا، كيوصل البعض في بعض الأوقات. وغنعطيكم واحد النصيحة مهمة، هي قليل غيتفطن ليها. إياك أن يجتمع عليك أمرين اثنين، إياك ثم إياك أن يجتمع عليك أمران اثنان، إياك ثم إياك. اسمعوني مزيان، هذه الحالة التي كتبت الأخت أم البنات ذكرتني بقاعدة، القواعد أنا ما قاريهاش في كتبها، لكن استخلصتها من خلال تجارب مع مئات الناس وأبينها لكم كدروس ولها حلول. اسمعوني مزيان أخواتي وإخواني، إياك أن يجتمع عليك جوج الحوايج، إياك ثم إياك أنه يجتمع عليك جوج الحوايج، لأن الاجتماع عليك سيقطعون حتى الصلة بالخالق، ربما الصلة بالخالق والصلة بالروح وبالنفس وبالجسد والصلة بالأنفاس. الأمر الأول هو المس، والأمر الثاني هو العقد والأزمات النفسية المترتبة على الأحوال الخارجية. نشرحها لكم باش تفهموا. صاحب المس التعامل معه، إذا كنا في شريعة إسلامية وكنا في أصول شرعية وكنا في بيئة تراعي العوارض والجوانب الفكرية والنفسية والعقدية اللي كتخالط هذا الإنسان المصاب اللي عنده واحد الشحنات ما كيعلمها غير الله سبحانه وتعالى. شوف أوروبا، بيكون الإنسان عنده اضطراب نفسي كيفاش كيتعاملوا معاه، عنده بطاقة يمشي في مكان، عنده أمور استثناءات مميزة في العالم، تكفل له حقوق عظيمة جدا، لأن الناس تعاملوا معاه بإطار علمي محض. حنا كنتكلموا على إطار عقدي شرعي ثم علمي. الإنسان لما يكون مرض بالمس راه كتولي عنده واحد شي أمور غريبة عجيبة، تجعل ليه الفرح يطير به والحزن يموت به، تضارب بين في أجزاء من الثانية، وهذا التضارب يرجع إلى العوالم الخارجية النفسية. اسمع مزيان، يرضي عليك ويرحمك الوالدين. كثير من أنواع المس لهم اتصال بالعالم الخارجي الذي يحيط بالهالة ديال الجسد، الرفقة والصحبة والأحوال النفسية. كنت راش قالك تولي جميل وتولي قوي وفراسة وذكاء ونشاط وهمة، وكتقوي واحد الطاقة الداخلية الإيجابية كتخرج كتنفجر، وتصير بالله تولي مزيانة وكلشي مزيان. العكس صحيح تماما، نقشة كتغير الأمر النفسي اللي هو خارجي منك أو من كل الحاشية اللي حولك كيغيروك، تلك اللي دخلت عليك كتغير، كلك كتغير، كتولي مفلس مكفس، تقطع الصلة بنفسك والصلة مع والديك والصلة مع أحبابك والصلة مع اللي خلقك، وما كاره راسك وسد عليك وميت وانت حي، لأن أمور دقيقة جدا لها شفرات عجيبة جدا كتعامل مع واحد الأسرار داخلية. شكون اللي غيفهم هادشي؟ شي خاصو سنين باش طلب المحاضرات والجامعات وأصلوا ليه وفهموه، باش يولي داك المريض كيولي شي حاجة إما قنبلة موقوتة أو عندنا واحد الكمية ديال الطاقة وديال الإيجابية اللي ممكن تنفعو وتنفع غيره وتقود أمة ديال الناس. هادشي راه حقيقة كنقولها لكم، هادشي راه كنعيشو مع الناس، عشتو سنين. لهذا الإنسان المبتلى الكلمة في حقه خاصها تكون محسوبة، النظرة تكون محسوبة، الإشارة محسوبة، الكتابة محسوبة، وإلا غتأزمو نفسيا يقدر يموت. تأزمو نفسيا يقدر يكتئب، تأزمو نفسيا يقدر يرجع 30 عام للور أو يشيب 30 عام لقدام. والله ما كنبالغ، كنتكلم معكم بالواقع.
شو كل شيء كسب يا صح 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 عجباتكم قلنا كلنا ذاك الرجل ياك لا كنت كلمعكم بالصح الله يلبس الصح هادشي كاين ولكن الناس ما كيفهموش للاسف الشديد علاش الاخت خالت صلتي بالله تقطعات اختي راك خاصك تعالجي نفسيا ماشي عبد الانساني خاصك الصحبه الطيبه خاصك اليد اللي تكون فيها الحنان خاصك الكلمة الطيبة خاصك الإحساس الصادق الطاقة الإيجابية أقسم بالله حتى غتولي تحبي الله وتقومي الليل وتولي تفيقي مع الفجر وتروح تنعسي مع الثلاث ساعات تنعسي 4 سوايع وتجمل في وجهك ومرتاحة لأن خاصك الطاقة الإيجابية والرفقة النفسية الطيبة عقلي عليك كلامي جيدا لهذا الإنسان إذا بغيت تعالج يكون حريص على الإيجابية والرفقة الطيبة اللي بغي شوف نعطيكم واحد المعلومة أخرى الذين عندهم المس سمعوا مزيان أخواتي الذين عندهم المس النساء اللي كيعانيو من المس ما تبقايش تفكري في أنواع العطور وأنواع التجميل وأنواع الزينة بزاف ماشي لوكم ما تفكرش فيها فكري فيها واجتهدي فيها وعندك الاجر ماشي مشكل ولكن كان نعطيك الصوره ديال الاثار الايجابيه اللي كتسنيا انت من دوك لي برودوي ودوك المنتجات وهذا الشيء سمعوا مزيان باش تعرفوا الامور النفسيه كيفاش دايره في العمل العالم اللي هو غريب في البدن المراه قد تبدو انها بدات تشيب وتهرم وتضعف ولو تكون في عز الشباب او في متوسط العمر ديالها او حتى من الاخوات تقدم بها السن المراه ما كيحكمهاش ضابط السن راه كتقاوم في اوروبا بعد 70 عام وتقول هذه اصغر من 20 عام 30 عام ديال المغرب المساله ماشي مساله عمريه مساله داخليه كتحكم على الخلايا وعلى الهرمونات وعلى امور كثيره جدا لكن اصحاب المس عندهم استثناء عجيب جدا اسمعوا مزيان اصحاب المس عندهم استثناء عجيب جدا اصحاب المس قد تراها اليوم شابة في العشرين وقد تراها بعد 3 ايام في السبعين هي نفسها وبعد السبعين بعد ايام واسابيع او ايام قد ترجع عاوتاني للعشرين تقول يا كيفاش مش كاش اللعب لا هادشي ورينا في الصح هادشي يعطيك دلاله على ان الاشياء اللي كتحكم فيها احنا خارجيه واللي كتحكم فينا باعمق بالعمق هي الداخليه اذا خاصنا نعرف كيفاش نتعامل مع الشيء الداخلي سواء كان نفسي او كان روحي في المس غنقول لكم كيفاش والله العظيم لهادشي انا شوف كيجيو عند النساء كيعانيو من الصدفيه وكيعانيو من شويه الجمال وكيعانيو من تغير اللون وخليت كتقول لها انت كتعطيها دعم نفسي رقية شرعية ديال العين والحسد وكذا كيطلع العارض كتكلم معاه كتعطيها غير مسك عليه رقية اقسم بالله كتقول لك راه وليت بيضة بالله راه ما يمكنش هي ولات هي مخلوعة من نفسها ضرب خرج فيها الدم بحال المطيشة وكذا شنو عطيتيها؟ عطيتيها مسك ما تقولش لا عندي وصفة سحرية صايبتها وانا يا حيت انا الشيخ طاطا هذا كيتسمى مسك هذا مسك عادي فيه كذا كذا معاه كذا كذا ديري ولكن راه كيفاش دخلناك في المسك هو فيك السر اقسم بالله كترجع اجمل مما كانت ترجع جميله جميله عادي بشكل عادي رخيص المسك وكاين اللي كتشبع نفسها في الحقان وفي الديها وكتلقى نفسها تقول لك وانا وجهي مالو هكذا ونصحتي مالها هكذا الاشكال راه ماشي في الوجه انت راك جميله وعندك المؤهل باش تخرج الجمال راكي ما عالجتيش الاصل راه خاص تعالجي شي حاجه داخليه عندها علاقه بالامور النفسيه ولا علاقه بالامور الروحيه الثقه في النفس الاسترخاء الانسان يحاول يبعد الامور اللي كتكبر لي العصب كيبقى يفكر فيها وكترجع لي بالسلب وكتقوي وكتغذي الطاقه السلبيه ديال الحياه وديال المس وديال الملوك وديال السحر وديال طاقه الحسد في الجسد فكيتجمعوا عليك كتولي بحال ديك المرأة اللي عندها 90 عام
كتقول بحال هذا الزينة، ما عمرك سمعت شي مرة كتقول لك وسبحان الله اليوم فقت، شوف سبحان الله كيفاش فقت. بعد يوم تلزم شوف سبحان الله علاش فقتي، لان الامر ماشي ديالك، الامر من لا في اللاوعي ديالك، اكتسبتي امور ايجابيه سمعتيها نعستي عليها عشتي عليها تجلات عليك. عاوتاني العكس، اختيها سلبيه عشتيها في الوعي في اللاوعي كذا وتجلات عليك، وانت كتبقاي تعالجي غير الامر الظاهري الخارجي، باغا الصحه تبدليه، ما تبدل الصحه، ما يتبدلش الصحه، الصحه غتعذبي راسك وتتعبي نفسك ونفسيتك وفلوسك، وغتبقاي تصارعي الزمان وتولي ما راضيش حتى على الخلقه ديالك، هذا اشكال. لكن لما تعالجيها بالامور الصحيحه اللي هي نفسيه وعندها علاقه بالمحيط وترجع بالاجابه على المس اللي فيك، كوني غتخرجي انثى اخرى باذن الله عز وجل. انت تتكلم وانا راسي غير انفجر. اي نعم، لان المس ما يحبش الكلام، لأنه لا يريده. نفسك صحيح أجمل، فقط بعدي على النكديين والسلبيين. أنا عم أشوف النكديين والسلبيين إنسان ما عندهم ما يدير بيهم، يعطيهم فلوس يوصلهم الطاكسي وخلص عليهم، ما يوصلوا ما ينفعك حتى حاجة. النكديين ماشي شرط عليك تبقى، ماشي واجب عليك تبقى عايش مع النكدي. شو يقدم لك؟ يدخلك الجنة بقيتي مع النكدي؟ غتدخل الجنة؟ لو كنا نبقوا مع النكدي وندخلوا الجنة، ممكن انك يزيدك غير مشكل ودخلك جهنم. طيب شيخ، انا مصاب ما تفسير الدخول من عنده ابواب تحت الارض؟ كيف والله ما عود